النهاردة إن شاء الله هعلمكم إزاي نعمل إفكت على سيشن أغنية ونحط عليها أوتو تيون. هنخش على البرو تولز. طبعا اللي ما شافش إزاي نفتح سيشن ممكن يرجع للصفحة بتاعتي ويقدر يخش ويبتدي من الكلاس الأولاني أو من التدريب الأولاني. فياريت تعمل سبسكرايب وتخش عشان تبتدي من البداية. ده التعليم لمبتدئ هندسة الصوت. كده هنخش على سيشن. عندي سيشن عبارة عن افكتات وفوكال ومزيكا. هعلمكم ازاي تحطوا افكت وتفتحوا اوتو تيون وتقدروا تظبطوا الكي بتاعها. واللي بتعشاق الوالا والوالا ده قلبه بغزالة. دي أغنية. وعندنا دي تراكات المزيكا. نسمع السيشن على بعض الأول. واللي بتعشاق الوالا والولا ده قلبه بغزالة ومدوي بالبت في هوا. طبعا أول حاجة بنعملها إن احنا نظبط الفوكل الفلام بتاعت الفوكل والتيون بتاعها ونخش على الأوتو تيون ونختار الكي بتاعها والسكيل. لو ما تعرفش تعمل الكي او ما تعرفش في الاوتو تيون ممكن تلجأ للموزع هو اللي يقولك الكي والسكيل افضل لك. لو انت عندك خبرة ممكن تظبطها وتعرف المقامات بتاعة المغني. لكن لو ما تعرفش وفيش مشكلة ممكن تلجأ للموزع اللي وزع المزيكا هو يقولك الكي والسكيل بتاع الاوتو تيون. احنا كي هنا جاي كروماتيك والانبوت تايب طبعا زي ما احنا شايفين واللي بتعشاق الوالا ألتو تينور فويس والوالا ده قلبه بغزالة. في عندك في الاوتو تيون سبيد بيلجأوا ليها بتوع المهرجانات ساعات بيزودوا السبيد دوت فانا ما بحبهاش بس هما يعني الاغاني المهرجانات بيلجأوا ليها وبيزودوها كده وهي طالعه كانها طالعه من جهاز يعني ما بحبهاش والولا ده قلبه بغزاله هي ديت ومدوي بالبت في هوا. ممكن تسرع ازيد وتزود اكتر وهالة. الطريقه دي طبعا محبوبه للناس اللي هم الشعبيين اكتر واغاني المهرجانات بيحبوا ان هم يزودوا اول سبيد بتاع الاوتو تيون. المغني ما بيكونش يعني بيغني كويس بيأدي فبيزودوا قوي كده وبيبسطوا بيها يعني انها تسيبها بالطريقة ديت يعني. والولا ده قلبه بغزالة. انا عن نفسي انا ما بحبهاش بس نورمال بتاعها من اول 19 او 20 بحب اشتغل 25 يعني حسب صوت المغني واداء المغني. واللي بتعشاق الوالا والوالا ده قلبه بغزالة. لما يجي مغني ويعرب كتير يعمل عرب يعني لو ما عملهاش مظبوط الاوتو تيون بيبوظ يعني لازم يكون المغني بيعرف يأدي كويس عشان الاوتو تيون. الافضل انك تفتح اوتو تيون انت بتاخد التيك ومدوي بالبت لو مغني مش بروفيشنال. طيب بالنسبه للاوتو تيون ده احنا شفناه وقلت لكم تلجأوا للموزع لو انتم مش عارفين. طب عاوزين نعمل افكت كده تعالوا نبص ازاي نعمل افكت. شوف بقى الإفكت ده هقولك تعمله ازاي. هنفتح هنا بلاجين كيو ونختار من فوق تليفون نسمعه الأول من غيره كده باي باس عادي خالص. هنفتح بقى الباي باس
ده الكيو اللي بقولك على سبيشال افكت ده، وتفتح تليفون وكأنها طالعة من تليفون، ده نوع من أنواع الإفكتات يعني. كده ما بيبقاش فيه هاي ولا بيز. تعال نسمع كده، هو ده بيبقى شكله لذيذة مش وحشة يعني. في ناس بتحب ما تبقاش الأغنية كلها ماشية على وتيرة واحدة. نسمع كده تاني. رامول النهار وتحبي غيره ده استحالة. طيب عاوز اقول لكم شويه حاجات كده بس للناس اللي عاوزه تشتغل في الميكس الاغاني. هو كل مهندس صوت ليه ضابطه معينه يعني، مش كل المهندسين الصوت ماشيين على رولز واحده. هندسه الصوت ديت كل مهندس صوت ليه طريقه في المكساج يعني، مش بالضروره انك انت تتعلم تكنيك معين لا، بس يبقى عندك حاجات اساسيه يعني. لما تيجي تعمل بالانس ما بين المغني والمزيكا ما يبقاش برضو المغني عالي قوي ولا المزيكا عالي قوي، هو ده البالانس. لو انت قدرت تزبط دوت تطلع اغنية كويسة. في ناس يعني بتبقى واحد دي بي ازيد او اتنين، لما بتبقى زيادة قوي والمغني بيبقى عالي عن المزيكا ما بتبقاش كويسة. المفروض ان الاتنين يكونوا ماشيين على نغمة واحدة يعني، مسموع المزيكا ومسموع المغني، فبتفرق شوية. على المهم انا حبيت بس اوريكم افكت واحد ممكن تحط واوتو تيون. اوكي، عاوز تحط حاجات تانية بقى زي مثلا في بداية الاغنية تحط مثلا جمهور، او تحط تزود حاجات جوه الاغنية مفيش مشكلة يعني. هنا مثلا احنا حاطين مثلا وكأنك على لايف مسرح يعني، ده تلات تراكات بتطلعهم من افكت عندك اهمت لوحديهم، فيعملوا شكل جمهور كتير يعني، وكأن في جمهور موجود مع المغني. ممكن تحطهم في البداية، ده على حسب طلب المغني او مهندس صوت بيسمعها له، واذا وافق المغني عليها خلاص اوكي يعني، لو هي مش مفيش اعتراض من المغني يعني. نسمع كده على بعض. تحت التراكات واللي بدي بتعشاق الوالا والوالا ده قلبه بغزالة. طبعا عاوز اقول لكم حاجة، ان المزيكا عموما لازم تتماكسج يعني. الموزع بيجيب المزيكا كلها فلات، ده الايكولايزرز، بتيجي المفروض انها كلها بتبقى زيرو. انت بقى كمهندس صوت بتشوف الالات، بتقعد تسمع الالات الاول قبل ما تسمع الاغنية يعني، بتسمع كل الة. الاساس طبعا البيز والبيت هما الاساسيين. لما تيجي حتى والمغني بيغني لازم تزبط البيت والمغني يمشي عليها والميلوديز يمشي عليه، ما يبقاش طالع برا سينك. فاحنا مثلا احنا هنسمع مثلا الكيك اهو، مثلا نشيل الجروب هنسمع الكيك لوحده، كل حاجة لوحديها بتحط لها الافكت بتاعتها. نسمع دي لوحديها، اهو الكيك بتاعها اهوت، وتسمع التراك اللي بعديها وتعمل بالانس يعني. يعني انت تعمل بالانس بقى بالكيو جول ميكسر. نسمع حاجة تانية، بيانو. ممكن تعلى بيها دي شوية. نسمع هنا، هي
انت هنا انا ظابط ده اوريدي ظابطها من الاول، بس انا حبيت اقول لكم انك تظبط المزيكا البالانس بتاع المزيكا. بعد ما تظبطهم بتحط الفوكال بعديها وبتسمع كله على بعضه، بتسمع ما وانت بتظبط ما تعليش الصوت، تظبط على صوت الواطي. بعد ما تخلص الصوت الواطي تسمع بالعالي، بعد ما تسمع بالعالي ترجع تاني تسمع بالواطي عشان تتأكد ان المغني والمزيكا كلهم ماشيين مع بعض. مع هانم او حتى الشغالة وده حجر واسع مراجي. هنا طبعا انت حاطط ماستر مع هانم او حاطط على الماستر طبعا اللي انت عاوزه مالتي. انا بحب وتحب غير وده استحالة. الماستر احط المالتي دوت نفتح هنا، بحب المالتيمايزر دوت. عاوز تحط حاجة تانية L2 مثلا حط، انا بحب المالتيمايزر دوت. فبتعرف ازاي كلهم يعني عندك هنا برضو ممكن تقيس الصوت، هل هنا بيوريك كل الشغل كل الماستر. ممكن تحط عليه الانالايزر دوت، الانالايزر ده بيوريك يعني علو الصوت. انا طبعا موطي شوية بس هو المفروض بيوريك الصوت كله على بعضه عامل ازاي. طبعا بتفتح، عاوز اقول لكم انك بتفتح برضو ديلي باسز، وده شرحته قبل كده في سيشنات ازاي تعمل اكزيلري ديلي. يعني هنا عامل تلاتة، عامل ريفيرب وعامل هول وعامل ديلي، وبعتهم عامل الانبوت بتاعتهم مسميهم وبعتهم على التراكات. ودي موجودة في اللي عاوز يعني يعرف الحاجات دي كلها موجودة جوه الصفحة. يعني اعمل سبسكرايب عندي وخش وشوف من الكورس الاولاني وامشي بالتدريج هتوصل للميكس اللي انا بعمله دلوقتي، عشان انا ما بحبش الحاجة اللي شرحتها اشرحها تاني. فاحنا شرحنا ازاي نعمل اكزيلري ريفيرب، ممكن تعمل اكزيلري كذا اكزيلري ببعض وتبعتهم على التراكات، وده موجود جوه الصفحة بتاعتي. فكنت عاوز بس اقول لكم ان ازاي تعمل افكت وازاي تحط اوتو تيون. طبعا نسمع تاني الجزء دوت. وتحب غير وده استحالة. ده اللي عليه الإفكت. هنا لو عاوز تحط يعني حاجات تانية حسب الأغنية تستحمل ولا مستحملش. هنا برضو عامل إفكت تاني. أوكي. هنا طبعا الفوكال ده طبعا أنت بتظبطه، لو في حاجة عالية المغني مثلا وهو بيسجل فرقت سيكا مثلا ليفل، انت وطيه بايدك انت كمهندس صوت، وطيه ما دام التيك اتاخد كويس ما تقولوش عيد عشان ليفل. يعني انت مثلا هنا اهو انا موطي شويه، هنسمع كده. بتعشق غرامه للنهار، هو كان عاملها شويه عاليه انا وطيتها. اوكي نرفع بس البافر سايز عشان ما ترقعش معانا. هنسمع تاني. طبعا انا شرحت البافر سايز دوت قبل كده. احنا لما نيجي نسجل بنسجل على 128، في ناس بتسجل على 256، بس كل ما ترفع بيعمل يعني المفروض ما تعلاش قوي البافر سايز، خليه قليل عشان وانت بتسجل ما تسمعش ديلي او يعني تردد في المغني وهو بيسمع نفسه مرتين. فاحنا خليها ما بين حسب الجهاز، ما يعني ما اعرفش الجهاز عندك بيستحمل ايه. فانت انا بعمل بس بشتغل على سامبل ريت 128، في ناس بتشتغل على 256. اوكي انا بحب اشتغل 128 في البافر سايز، ودي شرحتها برضو في الدروس الاولانيه. فانا هنا بس بعليها في لما يكون في تراكات كتير وفي بلاجنز كتيره بعلي البافر سايز على الاخر. بتعشق غرامه للنهار. هنا اللي بعديها معليها، بصوا هنا برضو كانت واطية أنا علتها، فنسمع كله. وتحب غير وده استحالة. أنت بتمسكها بتفتح، طبعا أنا شرحت دوت الفوليوم هنا ده الويف فورم
بتفتح الفوليوم وبتظبط بودنك بإيدك الصوت. يعني لو المغني خد التيك كويس مش بالضرورة لو هو عالي سنة، المهم يكون يعني عمل غنى كويس. لكن لو الليفل بتاعه ما هو مش ميكانيك، ان هو في ناس بروفيشنال قوي لما بيجوا يعملوا بانش ويدخل يعني يعيد الأغنية ما بتحسش، بيبقى عنده بالانس هو كمحترف ما بتحسش ان في فرق ما بين الاولاني والتاني، بس برضو بيبقى حاجات خفيفة متزبط يعني. بس مفيش حد طبعا بيسجل شوت واحد، احنا كل جملة بنقولها كذا مرة. يعني ممكن الاغنية دي خدت مثلا المغني بيغنيها خدت معايا من 3-4 ساعات. ليه؟ لان بنقعد نعيد ولو جملة واحدة، يعني ممكن اول جملة دي ممكن نعيدها كذا مرة عشان تطلع مظبوطة. هنا برضو احنا برضو لاعبين في الليفل هنا، نسمع او حتى الشغالة والولادة دامو. لو في حرف عالي برضو تنزله، يعني لو انت عندك حرف عالي انت كمهندس صوت وما اسمها هندسة ليه؟ عشان انت تتحكم في ده. يعني لو هنا مثلا هنا في حرف عالي، فانت بتقدر تنزل بس الحرف دوت، يعني ده على كيف على كيف على كيف العين هنا عالية شوية، فانت تقدر تنزلها. ازاي تنزلها؟ دي شرحتها، تعلم عليها كده وتنزل بايدك هنا او تدوس بالايد هنا، وتعلم هنا بوينت وهنا بوينت، ويريت تبقى كمان تديها كده ايه سنة كده عشان ما تبقاش قطش كده هو. اوكي، فهي كانت عالية احنا وطيناها شوية، موج على كيف مش على على عينين كانت عليها، موج على كيفه موج على كيفه، شايفين راكب للموج على كيفه. ساعات الحرف بيبقى عالي والاداء بيبقى كويس، موج على كيف هنا برضو دي عاليه شويه، بتعلم عليها كده اهو، دي بس لوحدها العين ديت، وبتاخد الايد دي تعلم بوينت هنا وبوينت هنا، وتنزل ممكن تدوس على دي او تدوس عليهم كلهم، اول ما تحطها كده تنزل بيها شويه كده اوكي كده، تنزل بيها كده اوكي، وتديها شويه فيد اوت وفيد ان كده اهو، بحيث انه ما يحسش ما تبقاش ايه قطش كده يعني. اوكي نسمع كده على بعض بقى، الموج على كيفه بس ما نبطاش قوي عشان ما يبقاش في دروب، الموج على كيفه. فممكن الحرف برضو تقدر توطيه، ممكن جزء على بعضه توطيه مفيش مشكله، وهو مع سمر وهو، المهم انك انت تمشي على البيت مظبوط. والمغني لو بيعرب يعني بيغني كويس ممكن يعرب، لو ما بيغنيش كويس شغله على افتح له اوتو تيون واشتغل، اول ما تحس ان الاوتو تيون مش مظبوط يبقى المغني هنا مش ما بيقديش كويس. يعني خليه يشتغل وانت معاك اوتو تيون، فلما تحس الاوتو تيون مش فاهم يعني الاداء المقام مش مظبوط، الاوتو تيون بيبتدي يسمعك كده الصوت اللي بقولك عليه، الصوت اللي زي دوت كده اللي هو اللي احنا قلنا عليه ان احنا بنسرعه من تحت اهو، هيبقى لو مش مظبوط هيطلع شكله كده وشغلها بمليون اشتغاله، هتطلع من لخبطه وشغلها بمليون. بس اول حاجه زي ما قلت لحضرتك انك هتعرف السكيل وتعرف الكي والانبوت تايب، كل دول هتعرفهم. ممكن تعرفهم منين؟ ممكن تعرفهم من موزع لو انت ما عندكش خبره، وعندك خبره بس في الميكس كمهندس صوت. لو انت مهندس صوت وعندك خبره في المزيكا وبتفهم مزيكا كويس، ممكن انت اللي تشتغل بدون ما تلجا للموزع، فانت بتاخد من الموزع التراكات الصوت زي ما قلت لحضرتك فلات، وانت بتعمل بالانس بقى من بتماكسج المزيكا على بعض وبتحط لها شوية إكيوهات، وبعد كده بتزبط المغني بيغني، وبعد كده بتزبط الليفلات وبتزبط الأوتو تيون وبتزبط له صوته، إذا كان صوته محتاج ريفيربات بتحط ديلي بتحط، فبيبقى في الآخر بتسمع الأغنية على بعض. المفروض ما يبقاش حاجة عالية عن حاجة، يعني كل الأغنية تبقى ماشية كلها بالانس واحدة. تعالوا نسمع كده من أول خالص جزء منها عشان مش هنقدر نعرض الأغنية. احنا عطين ده مع الجمهور، واللي بتي بتعشاق الولا
هنا طبعا احنا مسرعين الاوتو تيون، نرجعه تاني، نرجع نشتغل. انا بشتغل على 28. بتعشاق الوالا والوالا ده قلبه بغزالة، ومدوي بالبت في هوا معقول. المهم ان احنا النهاردة يعني قلنا حاجات بسيطة. طبعا الميكس ده بياخد وقت طويل جدا، يعني بعد التسجيل بياخد وقت طويل جدا، فالافضل لو انت عملت النهاردة سجلت صوت ما تمكسش في نفس اليوم، لان ودنك بتبقى بعد أربع ساعات، من ثلاث ساعات لأربع ساعات ودنك ما تسمعش صح، فممكن تسجل تمكسش تاني يوم، ما تمكسش في نفس اليوم إلا لو عندك تراك واحد. لما يكون تراكات كتير موجودة عندك فأنا أنصح أن ما تمكسش في نفس اليوم، أو لو عملت مكساج أو ميكس ارجع اسمعها تاني يوم. يعني أنا بعد ما بخلص الميكس أرجع اسمعها تاني يوم ألاقي في مش مظبوطة، لان ودني ما سمعتش خلاص ارتاحت فبتسمع مظبوط. لازم الودن ترتاح عشان تسمع مظبوط. لو ودنك مش مرتاحه وسمعت خمس ساعات ست ساعات عملت سجل وعملت ميكس في نفس اليوم بيفرق الودن بتفرق، فيستحسن انك انت تسمعها تاني يوم تاني بعد ما تمكسجها، او تمكسجها تاني يوم وده الافضل. يعني لو مكسجها في نفس اليوم يبقى تسمعها تاني يوم تاني، وتسمعها مرة وانت بتزبط تزبطها بليفل واطي، وبعد كده تسمعها بالعالي وترجع تاني تسمعها بالواطي. تتأكد بالواطي ليه؟ لانك تتأكد ان لما بتوطي الصوت بتشوف اني واحد مسموع اكتر من التاني، لكن لو عليت كل الميك تفضل مشغل على طول على العالي فانت مش عارف المزيكة دي عالية ولا واطية، فانت تسمع الواطي الاول بعد كده مرة تانية تسمع العالي، لما يجي لك المغني او العميل تسمعه على العالي طبعا. وفي ناس بتسمع كمان على سماعة التلفزيون عشان تتأكد ان مفيش آلة اعلى من آلة. الموضوع صعب بس لما بتفهمه بتبقى لذيذة. هندسة الصوت شغلة لذيذة، هي احترافية بس الهواية فيها اكتر. يعني انا عن نفسي لسه لغاية دلوقتي انا هاوي، رغم ان انا بشتغل يعني ده اكل عيشي، بس انا بعتبر نفسي هاوي وانا بشتغل بنسى اي ماديات وبركز في شغل الصوت. ولازم تكون بتحبها لانك هتاخد وقت طويل وانت بتشتغل، بالذات المزيكا بتاخد وقت طويل جدا، فلازم تكون مش مجرد شغل بتاخد منه فلوس بتفشل وبتزهق. وفي ناس انا علمتها كورسات وبعد كده فشلوا انهم يشتغلوا مهندسين صوت، اتنرفزوا وتعصبوا. فيستحسن انك تكون انت بتحبها من الاول وعندك فكرة شوية في المزيكا. لو هتشتغل مزيكا يكون عندك، لو مش بتفهم في المزيكا وعاوز تماكسج برضو اعتمد مع الموزع، يعني اعرف من الموزع الكي واعرف مع انه الاوتو تيون الكي بتاعها ايه والسكيل بتاعها ايه. يفضل انت ما تخترعش من نفسك، وبعد ما تخلصها ممكن برضو تلجأ كمهندس صوت لسه بادئ تلجأ انك تسمعها للموزع، لانه بيبقى الموزع عنده فكرة عن الالات اكتر منك. اوكي، واشوفكم على خير ان شاء الله في دروس جديدة. باي باي.